النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. الأمن وافق على حضور 40,000 لمباراة الأهلي والنجم الساحلي. عبد الحفيظ مباراة الأهلي والنجم في موعدها. ومجلس الأهلي يقيم حفل لتكريم اللاعبين الدوليين بعد التأهل للمونديال. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهائي بطولة افريقيا بين العملاق النادي الأهلي المصري والنجم الرياضي الساحلي التونسي. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. تلقى نادي الأهلي موافقة من الجهات الأمنية على حضور 40,000 مشجع لمباراة الفريق أمام النجم الساحلي بإياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري. وأرسلت وزارة الداخلية خطابا رسميا إلى النادي الأهلي اليوم الثلاثاء تخطره بموافقتها على حضور 40,000 مشجع للمباراة والتي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية. وكان الأهلي قد طلب من الجهات الأمنية حضور 60,000 مشجع للمباراة، ومن المقرر أن يطلب الأهلي من الأمن في الساعات المقبلة زيادة العدد إلى هذا الرقم نظرا لأهمية المباراة وحاجة الفريق لدعم جماهيره من أجل تخطي النجم والصعود للمباراة النهائية. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف نادي الأهلي بإقامة مباراة العودة أمام النجم الساحلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعدها المقرر سابقا في 22 من أكتوبر الجاري. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الاتحاد الأفريقي أخطر النادي بإقامة المباراة في موعدها يوم 22 من الشهر الجاري، وعما تردد عن تعديل موعد المباراة كلام غير صحيح على الإطلاق. وأضاف عبد الحفيظ أنه لا يعلم شيئا عن تغيير حكم المباراة من الجنوب أفريقي دانيال كانت إلى مواطنه فيكتور جوميز، مشيرا إلى أن النادي تم اختياره رسميا بتكليف جوميز بإدارة المباراة. يقيم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر حفل تكريم لمجموعة اللاعبين الدوليين بالفريق الأول لكرة القدم. ويحضر المهندس محمود طاهر ومجلس الإدارة الحفل الذي يقام في 6:30 مساء الثلاثاء بقاعة فكري أباظة بمقر النادي بالجزيرة، تكريما للاعبي الأهلي الدوليين والذين ساهموا في إنجاز وصول مصر لكأس العالم بروسيا 2018. وشهدت قائمة منتخب مصر الوطني لمواجهة الكونغو الأخيرة والتي حسمت تأهل مصر إلى كأس العالم كل من شريف إكرامي، سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد فتحي، حسام عاشور، عبد الله السعيد، صالح جمعة، مؤمن زكريا. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصل للقاهرة أمس الاثنين قادما من تونس بعد المشاركة مع منتخب بلاده في الجولة الخامسة
من تصفيات كأس العالم. وأضاف عبد الحفيظ أن اللاعب سيشارك بشكل طبيعي مع الأهلي في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد السكندري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الجنوب أفريقي باكاماني ملامبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وصل القاهرة صباح اليوم الثلاثاء بعد المشاركة مع منتخب بلاده في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم. وأضاف عبد الحفيظ أن باكا سينضم في التدريبات الجماعية للأهلي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن مراسل قناة نادي الأهلي محمد سعيد. محمد أهلا بك. فيروز اهلا بك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن هنا من طبعا من داخل ملعب مختار التتش بالجزيره والتدريب فريق النادي الاهلي هنا طبعا استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري عقب نهايه معسكر المنتخب الوطني وتاهله الى كاس العالم بروسيا. انضمام اللاعبين الدوليين هنا في ملعب مختار التتش بالجزيره مع الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي، وايضا تواجد علي معلول وايضا وليد ازارو بكماني مالمبي، عدد من اللاعبين الموجودين خلال الفتره الاخيره في معسكر المنتخب والمشاركه في المباريات الدولية أصبحوا الآن داخل فريق النادي الأهلي للاستعداد الجاد أمام الاتحاد السكندري واستئناف مشوار الدور العام الذي لم يلعب الأهلي خلال هذه المسابقة حتى الآن سوى مباراة واحدة، وبالتالي مباريات قوية خلال الفترة القادمة. الجهاز الفني بيستعد لها بشكل جدي. أقدر أطمنك على حالة اللاعبين الدوليين، كلهم انضموا لتدريبات الفريق الجماعية. دكتور خالد محمود طمني على مشاركتهم جميعا في تدريبات فريق النادي الأهلي، سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد فتحي، حتى حسام عاشور كان موجود في معسكر المنتخب. الجهاز الفني الاهلي اطمأن عليه وشارك في التدريبات الجماعيه في هذه اللحظات. ايضا بالنسبه لعبد الله السعيد، يمكن سال دكتور خالد محمود عن حاله عبد الله السعيد في هذه اللحظات، اكد لي في تصريح خاص وهو خبر حصري لكل جماهير النادي الاهلي ان عبد الله السعيد بعد لحظات قليله سيجري اشعه للاطمئنان على حالته والتاكيد على احتماليه مشاركته باذن الله في مباراه النجم الساحلي التونسي، خاصه عبد الله السعيد العلاج له خلال الفتره الاخيره مع المنتخب الوطني وبعد اجراء الاشعه مساء اليوم سيتضح بشكل كبير حاله عبد الله قبل مباراة النجم ب 12 يوم، وباذن الله الجهاز الفني مطمئن بشكل كبير بعد اجراء هذه الاشعه ان عبد الله السعيد سيكون جاهزا بنسبه كبيره. هشام محمد، هناك تحفظات طبيه اجراها طبعا الجهاز الطبي مع اللاعب بالتدريبات فرديه، رفض طبعا اجراء اي عمليه جراحيه، لكن هناك تحفظ طبي في استخدام مساله الجبير او الجبس بالنسبه لهشام محمد حتى يتسنى لحاقه في هذه المباراه، مباراه النجم الساحلي الهامه جدا باذن الله في نهايه هذا الشهر. بشكل عام الحمد لله الحاله مطمئنه داخل الفريق. حراس المرمى شريف اكرام انضم للتدريب مع الحراس احمد عادل ومحمد الشناوي، الكل في حاله تاهب واستعداد. قبل بدايه التدريب كان هناك محاضره نص ساعه للجهاز الفني مع اللاعبين للتعرف عن اخبار فريق الاتحاد السكندري الذي يتميز هذا الموسم بقوه خط هجومه وفي نفس الوقت ضعف خط دفاعه. مزيد من الاهداف خلال المباريات السابقه منيمت مرماه واحرز اهداف عديده، فبالتالي هتكون مباراه قويه ومثيره. فالجهاز الفني كان بيطلع مع اللاعبين عن اداء فريق الاتحاد السكندري، لكن اللقطه الاهم او اللقطه الابرز فيروز وكل جماهير النادي الاهلي لقطه المشجع اللي كان موجود في مباراه منتخبنا الوطني امام الكونغو والفيفا عندما ابرزت هذه الصوره وطلبت تسجيلها او توثيقها داخل متحف الاتحاد الدولي لانها تعبر عن حدث تاريخي لاهميه دور واهميه ودور كره القدم على مستوى العالم. محمود عبد العظيم المشجع المصري الذي حضر في هذه المباراه وهو بالمناسبه اهلاوي، محمود برحب بيك. انت عملت حاله في مش هقول لك في مصر، انت عملت حاله على مستوى العالم لدرجه ان الفيفا يتحدث عن هذه الصوره. احساسك وانك حرصت كمان تكون موجود النهارده عشان تحقق وجهه نظرك وتلبي طموحاتك انك كمان تتصور مع لعيبه النادي الاهلي. اولا انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ محمد، وبشكر قناه الاهلي، وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي انه سمح لي بالفرصه دي ان هو من خلال النادي الاهلي اتكرم مع لعيبه المنتخب وكده. عايز اقول بس ان انا مش بس اهلاوي، انا مجنون بالنادي الاهلي وراه في كل ماتش،
وراه في كل ملعب، وطلبت من اتحاد الكوره الرسمي ان انا احضر كل مباريات النادي الاهلي اللي جايه في الدوري باذن الله ان شاء الله. شعورك ايه لما الاتحاد الدولي وثق هذه الصوره، وكيف تفاعلت مع هذه الصوره في الاستاد في الفرحه الجنونيه اللي كانت موجوده لدى كل الشعب المصري؟ اولا احساس جميل قوي، بس الاهم من الاحساس الجميل ان دي هتبقى طاقه ايجابيه لكل جزء والاحتياجات الخاصه اللي عندهم طاقات وعايزين يفرغوها، دي هتبقى ليهم طاقه ايجابيه ان ازاي انا من ذوي الاحتياجات الخاصه لا انا اقدر اعمل اي حاجه مستحيله، لان مفيش حاجه مستحيله مع ذوي الاحتياجات الخاصه. بالتوفيق ويا رب دايما كده مع الاهلي في كل المحطات والمنتخب كمان. اصبح ربنا يخليك. اذا ده كان لقاءنا مع محمود عبد العظيم طبعا المشجع الاهلاوي واللي حضر مباراه المنتخب، لكن بالتوفيق يا رب ان شاء الله لفريق النادي الاهلي في مباراه الاتحاد السكندري، مباراه هامه جدا واستئناف المشوار بعد الاطمئنان على الدوليين، وباذن الله المباراه القادمه بالتاكيد الجهاز الفني سيفكر ما بين الاستعداد المحلي وحصد الثلاث نقاط والاستعداد لمباراه النجم الساحلي. هذا كل ما لدينا هنا من ملعب مختار التتش بالجزيره، اليك الكلام من جديد فيروز. ورفيق قناة النادي الأهلي ومحمود كمان بيسنا، شكرا جزيلا ليك، كنت معانا من الكتش. عودة الأخبار من جديد، أكد سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني أن تكريم ناديه للاعبين الدوليين والمقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء أمر طبيعي، مؤكدا أن إدارة ناديه دائما ما تحرص على مؤازرة وتدعيم لاعبيها في كل مناسبة. وقال سمير عن الصعود لكأس العالم: الحمد لله حققنا حلم المصريين، وإن شاء الله نشرف مصر في مونديال روسيا، ولن نكتفي بالتمثيل المشرف. ينعي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر والدة اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي. ويتقدم مجلس إدارة الأهلي والإدارة التنفيذية بالنادي وقطاع الإعلام وجميع العاملين بالنادي بخالص العزاء لأسرة اللواء شيرين شمس، متمنين أن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. عقد الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني جلسة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة لمناقشة برنامج الاستعداد لمونديال روسيا 2018. ويناقش كوبر مع مجلس اتحاد الكرة المعسكرات والتي يرغب في إقامتها قبل المونديال والمباريات الودية ومستوى المنتخبات والتي يرغب في مواجهتها حتى يبدأ اتحاد الكرة في مخاطبة هذه المنتخبات خاصة الأوروبية. قرر تأجيل اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة لسفر رئيس المجلس هاني أبو ريدة يوم السبت المقبل لحضور بعض الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الدولي فيفا والأفريقي كاف. ومن المقرر أن يعود أبو ريدة مطلع شهر نوفمبر المقبل تمهيدا للسفر مع المنتخب إلى غانا لخوض مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال. قرر محافظ كفر الشيخ اللواء سيد نصر إطلاق اسم محمود تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني على الشارع الموجود به منزل أسرته بكفر الشيخ بعد مساهمته في تأهل المنتخب لمونديال روسيا 2018. وأوضح اللواء نصر أنه تقرر إقامة احتفالية كبرى تليق باللاعب بديوان المحافظة فور عودته بعدما قدمه لمنتخب بلاده ومشاركته في تحقيق أحلام الملايين من المصريين.
أيضاً قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إطلاق اسم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي على مركز شباب نجريش بمسقط رأس اللاعب، وذلك تكريماً له عقب الإنجاز والذي حققه بقيادة الفراعنة للتأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عام. ومن المقرر أن يشهد مركز الشباب تطويراً شاملاً خلال الفترة المقبلة، سواء من تجديد لأرضية الاستاد الخاص بالمركز وتجديد الصالات المختلفة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية. أنا الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، والبداية من كرة السلة، حيث فاز الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي الأهلي على فريق الغابة بنتيجة 80-72 في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة أمس الاثنين. ويخوض الفريق آخر لقاءات الدور الأول ببطولة المنطقة يوم الأحد القادم أمام مدينة نصر على صالة الأهلي. من جانبه أكد إيهاب الألفي أنه تم تأجيل مباريات دوري المرتبط والذي كان مقررا له الجمعة المقبلة إلى الجمعة 20 أكتوبر الجاري. وأضاف الألفي أنه يسعى لإقامة مباراتين وديتين بالإضافة لمباراة المتبقية في بطولة منطقة القاهرة كختام للاستعداد لبطولة الدوري. فاز فريق ناشئات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 14 سنة في أولى مبارياته بطولة الجمهورية على فريق الشمس بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة نادي الشمس. وامتلك الأهلي زمام اللقاء منذ بدايته رغم قوة المنافس في الشوط الأول، ولكن الأهلي استطاع أن ينهيه بنتيجة 25-19 وانتهى الشوط الثاني بنتيجة 25-15 قبل أن يحسم الأهلي اللقاء بسهولة في الشوط الثالث والذي انتهى 25-8. ويخوض الفريق مباراته القادمة الجمعة المقبلة أمام فريق وادي دجلة جيم في تمام الساعة 6:30 على صالة الأهلي. Introducing Wolf. He might be small, but you won't find anyone faster, bolder, or better with a ball. He's the official mascot of the 2018 FIFA World Cup. إلى أخبار كرة القدم في العالم، والبداية من تصفيات المونديال، حيث وجه المنتخب الأسترالي صدمة قوية لضيفه السوري وقضى على أمله في التأهل لمونديال بعدما تغلب عليه 2-1 في إياب الملحق الأسيوي الفاصل ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1 في ماليزيا، وحقق المنتخب الأسترالي الفوز 2-1 إيابا في مباراة حسمت بالوقت الإضافي في سيدني ليفوز بنتيجة إجمالية 3-2 ويتأهل لمنافسة
مع صاحب المركز الرابع في تصفيات الكونكاكاف على بطاقة التأهل للمونديال. وافتتح عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي التسجيل للمنتخب السوري في الدقيقة 6، ثم أدرك تم كهال التعادل للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 13، وظل التعادل قائمة لتمتد المواجهة لوقت إضافي، وكان الفوز من نصيب المنتخب الأسترالي بالهدف الثاني لكهال في الدقيقة 108. ذكرت صحيفة إسبانية اليوم الثلاثاء أن نادي ريال مدريد مستعد لبيع نجمه الويلزي جارث بيل في حال تلقيه عرض بقيمة 100 مليون يورو، والتي دفعها لضم اللاعب من نادي توتنهام الإنجليزي في 2013. وأضافت الصحيفة أن هذا الوضع ربما يقنع رئيس النادي بيريز ببيع اللاعب، خاصة في ظل اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ فترة طويلة بضمه، خاصة بعد أن أصبح المدرب زيدان لا يعتمد عليه بشكل أساسي. Introducing Cat. He is so agile. And always keeps his eye on the ball. ذكرت تقارير أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط لبيع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة في شهر يناير 2018. وأشارت التقارير إلى أن الصين ربما تكون الوجهة القادمة لدي ماريا، خاصة في ظل عدم عودته لمستواه المعهود عقب تماثله للشفاء من الإصابة، وهو ما ظهر جليا في مباراة منتخب الأرجنتين الأخيرة أمام بيرو في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018. وكان دي ماريا هدفا لنادي برشلونة في الانتقالات الصيفية، حيث سعى العملاق الأسباني لضم الأرجنتيني الدولي من أجل تعويض رحيل البرازيلي نيمار إلى نادي العاصمة الفرنسية. Introducing Tiger. He's strong. He's elegant. Sometimes. And his dream is to be the first footballer in space. جولة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر النهاردة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر موجها التحية والتقدير لمنتخب السوري على الأداء القتالي في مباراة اليوم أمام أستراليا واللي خسرها للأسف المنتخب السوري. وقال فتحي: هارد لك للمنتخب السوري الشقيق، قتلته بشرف، وإن شاء الله مصر هتلعب باسمها واسم كل الشعوب العربية اللي لم يحالفها الحظ. نشر سعد سمير مدافع الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لإنجازات لاعب الأهلي أحمد فتحي، والتي تضم مشاركته مع منتخب الشباب والمنتخب الأول وحصوله كمان على بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة لتحقيقه لبطولات عديدة مع النادي الأهلي. وعلق سعد سمير على الصورة قائلا: فتحي القدوة والمثل الأعلى. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر
التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018. وظهر محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ضمن القائمة بعد تألقه وإحرازه هدفين في مرمى الكونغو. ضمت القائمة أيضا المدافع المصري أحمد حجازي واللي قدم أداء مميز جدا خلال المباراة. وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الجمهورية. الأهلي يهنئ الشعب والرئيس بالتأهل للمونديال. ومن المساء لاعبو الأحمر يحتفلون بزملائهم الدوليين بتورتة كبيرة. من المصري اليوم الأهلي يكرم لاعبيه الدوليين بعد التأهل للمونديال. ومن البوابة نيوز فيكتور جوميز حكما للقاء الأهلي والنجم بدلا من دانيال بنت. من الوطن سبورت برنامج خاص لتسع لاعبين في تدريبات الأهلي. ومن الوفد دوليو الأهلي ينتظمون في ميران اليوم. من فيتو الأهلي يبيع 20,000 تذكرة لمباراته مع النجم الساحلي. وفي الجول الأمني وافق على زيادة جماهير الأهلي أمام النجم. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.